أعزائي المتداولون، أهلا بكم في موقع ديلي فوركس. نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع وإليكم التقرير التالي. شهدنا أمس تحقيق مكاسب في أسواق الطاقة مثل الغاز الطبيعي والنفط الخام، في حين عانت أسواق المعادن الثمينة من تراجع كبير قبل أن تتعافى معظمها. لقد شكل زوج اليورو والدولار الأمريكي تشكل دعم إضافي عند مستوى 1.1139، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من تجاوز المقاومة فوق 1.1209. يبدو أن زوج الدولار الأمريكي والين الياباني يتطلع إلى تحقيق المزيد من الارتفاع بعد أن وصل إلى مستوى 112.00، ولكنه لا يزال يعاني من بعض التقلب. لا يزال زوج الجنيه الاسترليني والدولار الامريكي محاصر ضمن نطاق ضيق فوق مستوى 1.1700، المحاصر بين مستويات المقاومة ومستويات الدعم الرئيسية. كنتم مع ديلي فوركس، تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم.